السلام عليكم أعزائي المتابعين، حياكم الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة اي تي سوفت. معكم المهندس عبد الله العمري. في هذا الفيديو الذي سأطرح من خلاله الحلول النهائية لعدم تثبيت التطبيق من خارج جوجل بلاي في هاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد، إذا كنت تعاني من هذه المشكلة تابع الفيديو إلى النهاية. أول طريقة هو أنك تتأكد من أن التطبيق من الأساس مش موجود عندك على الهاتف، وبتشيك على التطبيقات من مدير التطبيقات من الإعدادات الهاتف. إذا كان التطبيق موجود عندك تعمل بإلغاء تثبيت للتطبيق. والطريقة الثانية هو تذهب مباشرة على شريط الإشعارات وتبحث على خيار وضع الطيران وتقوم بتفعيل وضع الطيران، وبعد ذلك تروح مباشرة على متجر جوجل بلاي من الإعدادات ثم إلى التطبيقات ثم نبحث على تطبيق متجر جوجل بلاي ثم نقوم بالضغط عليه ثم نضغط على خيار التخزين، بعد ذلك نقوم بمحو الذاكرة المؤقتة للتطبيق، وبعد ذلك إلى محو البيانات، وبعد ذلك تعمل موافق. بعد ذلك تذهب إلى الإعدادات ثم إلى جوجل ثم نضغط على الأمان ثم نضغط على الحماية، أيوة الخيار الأخير الموجود أمامنا. سوف تظهر لنا هذا الشاشة الموجودة أمامنا، ثم نضغط على خيار الإعدادات الموجودة بالأعلى يسارك، ثم نضغط خيار فحص التطبيقات باستخدام بلاي للحماية، ثم نلغي تفعيل خيار تحسين رصد التطبيقات الضارة. ثم الطريقة الثالثة التي من خلالها سوف نقوم بتثبيت التطبيق الذي لم نستطيع تثبيته، إنك تقوم بتثبيت تطبيق APK Editor Pro. طبعا هذه النسخة موجودة على متجر جوجل بلاي لكن لا توجد في هذا التطبيق الوظائف التي نريدها، فأنا سوف أضع لكم رابط التطبيق داخل موقعنا، والرابط موجود أسفل الفيديو في الديسكريبشن في الوصف. بعد ما يشتغل معك التطبيق تذهب معي الخيار الأول، أيفتح معك مدير الملفات، تذهب إلى مكان وجود التطبيق الذي لم تستطيع تثبيته. أنا عندي هنا تطبيق IT Soft Flash، يعني تضغط على التطبيق سوف تظهر لك هذه الشاشة، تختار منها الاختيار الثالث تحرير المشتركة، سوف تظهر لك هذه الشاشة مثل ما تشوف. بعدين تذهب إلى الخيارات إلى موقع التخزين للتثبيت، تختار الداخلية فقط، بعدين اضغط على خيار حفظ، سوف تظهر لك شاشة جاري العمل، طبعا تتأخر قليلا حوالي نصف دقيقة. مثل ما أنتم تشاهدون خيار التثبيت ظهر لنا يعني أسفل الشاشة، نضغط على تثبيت وبتشوف أن التطبيق تثبت عندك بدون أي مشاكل. أتمنى من الله أنكم استفدتم من الفيديو، وأتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، ولا تنسى دعمنا بعمل لايك للفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من المحتوى، ودمتم بحفظ الله.